Thank you.
وصفتنا اليوم البنات هي الرقاق، ولا المعارك كما يقولوا جهة تيبازا والجزائر وكامل يقولوا المعارك، حنا نقولوا الرقاق جهة الشرق. البنات درت كيلو تاع دقيق ودرت له شوية نتاع الملح وبديت نعجن فيه بالماء دافي، عجنته كيما راكم تشوفون نعجن فيه، لازم ندلكو مليح كيما تشوفوا في الصورة، يعني الصورة هي اللي راكم تشوفوا فيها. ندلكو مليح البنات، ندلكو مليح باش كل ما ندلكو شوية نخليه يريح ونزيد نعاود ندلكو هكذا كيما راكم تشوفوا. والباسينة تاعي يعني السلة تاعي راهي تبان من هي، والله غير سمحوا لي البنات كيما راكم تشوفوا، والله ما على بالي مشتاش كامل، قلت خليها هاي تطلع علينا خليها. كيما راكم تشوفوا بعد ما خليت العجينة تاعي ريحت غطيتها بالصاشي وخليتها ريحت مليح، ومن بعد بديت نلوح فيها، لوح فيها وحدة منورة خوتها كيما راكم تشوفوا. احنا هذا نقولوا له الوجه، يعني بصح مانيش عارف في مناطق اخرى ما على باليش، انا احنا هذا نقولوا له الوجه كي نديروه فوق بعضه نقولوا له الوجه. كيما راكم تشوفوا كل ما ندير وحدة منورة خوتها، كل ما نقلب الطيب الجهة نعاود نقلبها ونلوح وحدة فوق خوتها، وندير لها شويه تاع الزيت كيما راكم تشوفوا، ونحرك على الحاشية باش طيب لي الحاشية تاعي. واحد ينحي العجز شوية يدير شوية تاع كسرة ولا رقاق لولادو يشرس قهوة وبه العشية، ولا انا ولادي بزاف يحبوا هذا الصوالح العجاجن، ما يحبوش الحلويات ما يحبوش القاطو بزاف، مي نسيو نديرو لهم حاجة كيما هكذا. ان شاء الله مازال الخير القدام، مازال ان شاء الله في ايامات الجايه راح نديرو شخشوخه راح ندير. درك البنات كيما راكم تشوفوا ها هو الرقاق تاعنا، الرقاق تاعنا سبسكرا يجي موراق يجي ما شاء الله كيما راكم تشوفوا، والله غير جهاي البنات، نوضو نحو العجز على رواحنا كيما يقول لك. كيما راكم تشوفوا شوفوا كيفاه جا، يعني مراق ربي يبارك، تشوفوا جا هايل وبنين، نستقهواو بيه العشيه كيما راكم تشوفوا، طايب من داخل ما من داخل طايب، يعني ماشي زعما هكذا. ودركا ما بقى لي غير نقول لكم الى عجبكم الفيديو تاعي البنات ديروا لي جيم واشتركوا في القناة، ويصلكم كل جديد ان شاء الله، معكم اخوتكم البسكرية، ومع السلامة.